الاستاذ ممدوح مبسوط منكم كثير وعم يقول لي انكم موظفين اكفاء نشيطين شرفاء، وانا طلبتكم لحتى اقدم لكم الشكر بنفسي. لا شكر على واجب يا سياده المدير، ان شاء الله نحن دائما عن حسن ظنكم فينا. شو حسن؟ عند حسن يا ابني. عند حسن زيدي، عند حسن ظنكم فينا. نعم تفضل استاذ، هدول اللي طلبتوهم. عظيم عظيم. قديش حقهم؟ 1000 ليرة. ايه بسيط. شو هالنسوة هي؟ حاطط المصاري بالجاكيت الثاني. طيب ماشي، قل له اني بعدين بحاسبه. بده حقهم هلا. طيب ادفع له انت وبحاسبك هلا. انا منن لي 1000 ليرة والدنيا لسه اخر الشهر. طيب والعمل هلا؟ انا بشوف احسن شيء نرجعهم وبكره بشتري غيره. لا شو رجعهم؟ قلت لك اني انا بحاجتهم ضروري. ما بعرف، دبر حالك. طيب ماشي، انت تيسر انا بدبر حالي. استاذ عفوا، معك شيء 1000 ليرة؟ 1000 ليرة؟ لو سمحت. مو على عينتي هي. هي شغلة بسيطة سيدي. تسلم. نحن كلنا على حسابكم. حلك البركة. يا ريت نقي لي اياهم جدد بس. جدد؟ أمرك سيدي، على راسي. لا تاخذهم سيدي إلا جدد وسخنين كمان. سخنين سيدي. تفضل. تفضل سيدي. يسلموا إيديك. ألف هرب طلت الغرض. تسلم يا رب. مو معقول. مو معقول ابدا. خير شوفي سيدي. شوف. شوفي. نفس الارقام. ارقام شو سيدي هاي؟ هدول ارقام ورقتين من فئه ال 500 ليرة ادعى احد المراجعين انه اعطاهم لاحد الموظفين رشوه. انا بالاول ما صدقت، قلت له مستحيل يكون عندي فيه بالمديريه موظف بيرتشي. بقى ما قلت لي، شو رايك بالموضوع؟ عملتها بسيطه، بس لا تنسى انه رجلي ورجلك بالفلقه سوا. سيدي انا بعترف انا بغلطتي سيدي، انا عم بعترف بغلطتي، هذا سيدي الطويل اللي اجى لعب بعقلي واعطاني 1000 ليرة سيدي. انت اللي اعطيته المصاري؟ ابدا سيدي، انا ما دخلني بنوب، لا شفته ولا اعطيته شيء ولا اخذت منه شيء بنوب، عم تبلاني سيدي. طيب شو رايك فتشك وطالع من جيبتك 250 ليرة هي ارقامهم؟ شو قلت؟ فتشك؟ ما في داعي استاذ. وهلا شو بتريدوني اعمل فيكم؟ ببوس ايدك استاذ، سامحني، بوعدك ما عاد عيدها. سيدي انا غلطت سيدي وبكون السماح سيدي. طبعا انا ممكن احولكم للقضاء بتهمه الرشوه، بس ما بحب خربان البيوت. هالمره راح اعطيكم فرصه تكفروا فيها عن غلطتكم. هاي المعامله راح خليها عندي، لكن اذا كررتوها واخذتوا رشوه من حدا ما تلوموا الا نفسكم، فهمتوا؟ التوبة بحياتي ما راح عيدها، التوبة. وانا كمان سيدي التوبة التوبة. خلاص خلاص يلا صرفوا لمكاتبكم. الله يوفقكم سيدي، الله يرفع البلاء عنكم وعن اولادكم. ان شاء الله ما بنحترمك سيدي، يلا طولنا بامرك. خلاص امرك سيدي امرك، روح امرك. ابرعد؟ نعم استاذ. تعال تعال هات ال 250 ليرة. على عيني استاذ. الفيفتي تبعك هاتو. تفضل. اوعى تعيدها. حاضر استاذ. يلا الله معك. شكرا سيدي، سلام عليك. سلام. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.